نروح نطمن على لاعبتنا اللي هيشاركوا في المنتخب الاولمبي. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين المنضمين للمنتخب الاولمبي راحه بالامس من التدريبات. ما تنسوش طبعا ان كان قبلها حصل كل لعيبه النادي الاهلي على راحه لمده يومين بعد عودتهم من قطر. وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قد استدعى مجموعه من لاعبي النادي الاهلي لمواجهه جنوب افريقيا وديا، كل من مصطفى شوبير، احمد رمضان بيكهام، اكرم توفيق، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن.